معنا الأستاذ عادل نوري المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري، وعبد الأمير الغراوي مدير فندق عشتار الشيراتون. صباحكم الله صباحكم بالخير. الله بالخير، صباح منورينا الله اليوم. أهلا وسهلا، ونقول كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة تأسيس قناة رشيد فضائية، وأيضا بعيد تأسيس الجيش العراقي. أكيد حابين نقول لكم كلمة في هذا اليوم. نعم، بالعكس، احنا ننتز هذه الفرصة نهني قناة الرشيد اللي هي قناة المواطن العراقي بحكم البرنامج والاستراتيجية اللي رسمتها القناة، وبالتالي نحس أن نجاحها من نجاح الشعب العراقي كله. وبالعكس، وصلت قناة الرشيد إلى مرحلة تكون قدوة مع احترامي للقنوات الثانية بالمنهج والبرامج والأسلوب اللي تطرحها. نعم أستاذ عبد الأمير. بالحقيقة احنا نهني قناة الرشيد من المؤسسين وإدارة وعاملين لهذه القناة المعتدلة والأصيلة في كل شيء من برامجها الثقافية والسياسية والرياضية، ونتمنى لهذه القناة الاستمرار والنجاح والتقدم في خدمة بلدنا، وكذلك نقدم التهنئة لجيشنا الباسل لمناسبة تأسيسه. نعم أكيد منورينا اليوم، لكن بالبداية أستاذ عادل نوري، احنا جدا ممنونين انه نتعامل وياكم لمصرف الخليج، وهذا اعتبره قبل شوي حكينا بيه، قلنا انه احنا الراتب مالتنا بلشنا ما نصرفه كامل، صار اكو اقتصاد، فشوي نتحدث عن هذا الموضوع. الصراحة مصرف الخليج التجاري مثل ما تعرفون بدون فخر، يعتبر المصارف الأربعة الموجودة بالعراق، وبالتالي حرصنا احنا كإدارة مصرف الخليج ان نقدم خدماتنا لجميع الجمهور. وبالتالي يمكن مشروع التوطين اللي طرحه البنك المركزي اللي حيجبر جميع موظفي الدولة في تحويل رواتبهم للمصارف، انتهزنا هذه الفرصة. هذا إجباري راح يكون؟ إجباري راح يكون. من شو وقت راح يبلش أستاذ هو عادل؟ هو بدأ الموضوع بلش. أي بس أكو ثقافة بعد الحد الآن عند المواطن العراقي الإيمان المطلق بالمصارف الحكومية، وبالتالي بدنا نواجه هاي المشكلة، لكن الحمد لله على وشك إن احنا نتجاوزها إن شاء الله. نتجاوزها. طيب الأستاذ عبد الأمير الغراوي مدير فندق عشتار الشيراتون، حدثنا عن هذا الفندق اللي أقدر أقول عليه الفندق العريق، اللي طبعا تاريخ ايضا كبير، شلون بنى، شلون تاسس؟ بالحقيقه الفندق عشتار شيراتون نشا بسنه 1980 بدايه البناء، وانفتح رسميا يوم 14/7/1982. كان من الفنادق يعني المتميزه بالشرق الاوسط في حينه، واستمرت شركه الشيراتون شرق الاوسط بإدارته لعام 1989، بشهره التاسع من ذلك العام تم تحويله إلى قطاع مختلط بين الجمهور وبين المؤسسة العامة للسياحة حاليا وزارة السياحة والآثار، وظل يعني بإدارته من قبل مجالس الإدارة من ذاك الحقبة لهذا الفترة، وإن شاء الله يعني الفندق قدر في إدارته ومن الناس المساهمين بهذا الفندق أن يقدمون خدمات جيدة واستمراريته، وإن شاء الله إحنا على المستقبل وخلال هذا العام يعني راح نتجه إلى موضوع شركة استثمارية عملاقة لتدير الفندق إن شاء الله. نعم أستاذ عادل، خلي شوي نتحدث عن التعامل لمصرف الخليج التجاري ويا المصارف الأخرى. إحنا قلنا إنه إحنا نقدر نسحب، إذا ما قدرنا نسحب من المصرف الخليج، لو سحبنا من مصرف ثاني يعني شنو راح يكون التعامل، شلون يصير نسحب؟ لا نعم، احنا بداية المشروع اللي انطرح كان حصرا السحب من البطاقات من المصرف اللي صدر البطاقة، لكن برعاية البنك المركزي والتنسيق مع المصارف القطاع الخاص بدأت مشروع عملية السحب تسهيل للمواطن عدم التقيد في بكينة سحب المصرف نفسه. ممكن السحب بعمولة بسيطة من أي، شنو هي العمولة راح تكون مثلا على السحب؟ هي البداية كانت 2000 دينار، يعني شغلة رمزية بس مجرد، وبالتالي أكون مخطط بالعكس راح تكون مجانا، لأن يعتبر المواطن إلى حق يسحب من أي مكينة من أي مصرف، مو شرط أن يكون زبون المصرف نفسه. أكو تصور حاليا مطروح أنه يكون مجانا، بالعكس احنا قبلنا بادرة جديدة وطبقناها حاليا، مكايننا ممكن تسحبين بالدينار العراقي وبالدولار. بالدينار والدولار. والدولار. لكن هذه شو وقت راح تبلش بالدولار؟ بدينا احنا اوريدي من جميع الاي تي ام المنتشره بالعراق انه ممكن تسحبين بالدينار العراقي. والمجاني شو وقت يبلش؟
طرح جديد راح يتم هذا ان شاء الله. نعم. قيد الدراسه. طيب استاذ عادل حدثنا ايضا عن الفندق، هل هنالك بعض التطورات ممكن انه تطرح على هذا الفندق ممكن انه يواكب الحداثه اللي حاليا وصلت لها باقي الدول العربيه المتميزه دائما بفنادقها؟ اكيد هو في نظام الفندق والبناء والهيكل للفندق هو من الفنادق الضخمة جدا. الفندق يعني يحتوي على 310 غرفة بحدود 80 جناح، بحدود قاعات 6 قاعات و6 مطاعم وببنية تحتية عالية. بس تعرف اليوم احنا بعد 1990 تعرضنا للظرف السياسي والاقتصاد اللي مر، الحصار اللي مر على البلد أثر على نمو الحركة السياحية بالعراق، ومثل ما تعرف بعد 2003 تعرضنا لهجمة إرهابية ضخمة جدا تأثرت بها الفنادق. بس أنا بجهود مجالس الإدارة، والمجالس الإدارة اللي تشكلت بالسنوات الأخيرة كانت لها دور كبير جدا بعملية استمرار الفندق بوضعه الحالي. بس احنا يعني مو بالطموح اللي نسعى إلى حتى نوصل للفنادق، بصورة عامة هذا الفندق بالتصميم بالديزاين اللي موجودة به بالشكل الخارجي هو من الفنادق الفخمة جدا. ومثل ما يعني بس يقولون غالي أستاذ عادل، يعني عبد الأمير يقولون غالي. يعني بما يخص أستاذ عبد الأمير يعني غرف العرسان لا بالعكس، أنا أشوف حتى يعني مشاهدنا الكريم وحضراتكم احنا عندنا سياسة تسعيرية ما بيها نكون ثقل على الكاهل المواطن زي العراقي. وإحنا دائما يعني بمجلس الإدارة بالتوجيهات اللي تصدر إن نريد نوصل مع الجمهور مع المواطنين. اليوم إحنا لازم هذا البلد ننقل الصورة الحسنة. نعم. لازم نكون دائما أفراح ومسرة. لازم نسأل الأستاذ عادل نوري نسأله، أنت اليوم لما تيجي تروح للشيراتون بصراحة مو لأنه الأستاذ لأنه موجود يعني والله بالتعلق بالزني أنت سألتي هذا السؤال. يلا عندي لعد راح أتلك. لا للأمانة الشيراتون غني عن التعريف. نعم. كلمة جوهرية ذكرها أستاذ عادل أمير، البنية الاستراكشر المبني عليه الفندق فندق فايف ستارز. نعم. وبالتالي الخدمة لازم تليق بمستوى الفندق كشكله، ومو يعني مو مدحا للاستاذ عبد الامير، اشرافهم الكامل ومتابعتهم اليوميه. نعم. تحاول ترقب هذه الخدمه، وبالتالي خلينا نكون منطقيين اكثر. نعم. المواطن اللي يدور خدمه ويدور موقع ويدور مستوى. نعم. يدفع زياده مصاريف على مود راحته. طيب تدفعون هواي لما تروحون للشباب؟ نعم احنا اكيد يا عمر لازم نسمع كلمه اخيره من عندهم. اكيد بالتاكيد. خلينا نبدي ويا الاستاذ عبد الامير، اكيد حاب توجه كلمه. والله بالحقيقه اليوم احنا سعداء جدا بهذا الكرنفال لاحتفاليه قناه الرشيد. والحقيقه احنا تقال عن قناه الرشيد القناه المعتدله بكل شيء، ونتمنى إن شاء الله بالسنوات المقبلة توازي القنوات العالمية العربية إن شاء الله. لأن اليوم إحنا بحاجة إلى الخطاب اللي تحمله قناة الرشيد، وهذا ديدا قناة الرشيد من المؤسسين والمالكين والأخوة بإدارة القناة. حتى اليوم إحنا العراقيين نحتاج هذه يعني الخطاب اللي يوصلنا على بر الأمان. يعني بلدنا عانى ما عانى من سنوات وعانى ما عانى من ويلات، وإن شاء الله بجهود قناة الرشيد نقدر يوصل وتنقل معاناة المواطنين. فنتمنى لهم الموفقية والعمر المديد. شكرا لك. طيب أستاذ عادل نوري المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري، بما أنه أنت حضرتك المدير المفوض بكت سلفة أنا وسجان من المصرف. نعم أستاذ عادل، أنا بس الإضافة يمكن الأستاذ عبد الأمير على قناة الرشيد، القناة مو بس حيادية، أحيانا حيادية والقناة سباقة جاوزت الحيادية، بل بالعكس استضافت جميع الأديان والطوائف. نعم. كانت منبر مفتوح وهذا منبر كل عراقي. أكيد احنا في كل واحدة كاملة، والرشيد تمثل كل مواطن عراقي. نعم. أنا بس لي لو تسمحوا لي بقت لي طلب فضل. ما دام أنا مستغل منبر الرشيد، أكو السوشيال ميديا وأكو إذاعات تسمى تلقب إذاعات تتمتع في عملية كسر أيدي العراقيين ونشر الفضائح. أنا أتمنى تكون قناة الرشيد تأخذ منبر التكوين كادر بالرد عملية، احنا ما نريد التناحر. بس السكوت احيانا لان الخبر دائما
الفاضح ينتشر والكاذب ينتشر. أنا أتمنى قناة الرشيد تأخذ الريادة بهالموضوع هذا وتحاول تفند بعض الأمور على مود نبقى قناة للمقدام للتوفيق لكم إن شاء الله. أكيد عادل نوري المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري نورتنا، ومثل ما قال لك عمر إن شاء الله إذا ممكن فات سلفة وأكيد نورنا عند الأمير الغراوي مدير فندق عشتار شيراتون. الله الله علينا بالأسعار ديسكاونت نورتونا اليوم وشكرا لوجودكم. نورتنا شكرا جزيلا مشاهدينا. أكيد إحنا